اهلا بيكم، اهلا بيكم على التجاريح. حيكم ان شاء الله في حلقه النهارده باذن الله هنتكلم عن موضوع الاسد سكارفيس، الموضوع عن الاسد ده اللي بيسمى باعظم اسد في التاريخ، بل يكاد يكون اعظم حيوان عرفته البشريه. بس قبل ما ابدا لازم تحط اللايك وتعمل شير وتعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان كل فيديوهات التايجر يحييكم. يلا هبدا ولكن بعد الانترو. اولا خلونا نتكلم عن الاسد سكارفيس، عن قصة ولادته او كان بيعيش ازاي وهو صغير. الاسد سكارفيس بدأ يحكم الغمرة بتاعته وهو عنده سنتين بس، وده يعتبر سن صغير لاي اسد عشان يحكم. طيب ازاي ده حصل؟ في يوم من الايام جه ابو سكارفيس حس انه سكار خطر على الاسود اللي موجوده في المحميه، او خطر على الاسود اللي معاهم يعني في الغمره. ليه؟ لانه ابو سكارفيس كان شايف في سكار نظره شر، وكان شايفه كمان وهو قوي، لان الاسد سكار وهو صغير كان حرفيا قوي جدا. فابو سكارفيس كان خاف منه وكان عاوز يطرده من الغمره، ولكن سكار ما قابلش بده وفضل يتخانق مع ابوه لغايه اما سكارفيس قدر انه يتغلب على ابوه، ومن ساعتها هو اللي بدا يحكم بعد ابوه. بعد ما سكارفيس بدا يحكم في سن السنتين، عفوا في سن السنتين، سكارفيس في اي اسد عادي لما بيجي يحكم بيقتل اخواته عشان هو يفضل الحاكم الوحيد، تمام؟ ولكن سكارفيس ما قتلش اخواته بل سابهم معاه يحكموا، وده غير اصلا النظرة اللي كان شايفها فيه ابوه. ابوه كان شايف فيه نظرة شر، ولكن بالعكس سكارفيس ساب اخواته معاه يحكموا لانه هو ما كانش عاوز يقتلهم، وبرده من ناحية عشان يحموه لو دخل في معركة مع اسود تانية او مع حيوانات تانية يعني. طيب بعد ما سكارفيس بقى هو الحاكم الجديد بتاع الغمرة، سكارفيس هو واخواته بدأوا يحكموا، وحرفيا المحمية اللي فيها الغمرة بتاعت سكارفيس بعد ما بدأ يحكم كان فيها عدد اسود كتير جدا. واحكي لكم قصة بقى عن مع البشر، احكي لكم قصته مع البشر. سكارفيس هو اصلا يعني تقدر تعتبره كحيوان اليف صغير. ازاي؟ سكارفيس اصلا مع البشر ودود جدا، وما تسجلتش حالة واحدة لانه فكر يهجم على انسان. سكارفيس كان طول عمره ودود مع البشر، ودايما بالعكس بل كان بيلعب معاهم، وكان لما بيجوا ناس بيزوروا المحمية ويجوا يدولوا اكل بياكلوا ويقعد يلعب معاهم وبيصوروا معاه كمان، فعادي هو بيكون ودود مع البشر. طيب خلاص دلوقتي نبدأ نتكلم عن قصة الحاجة اللي هي التعويرة اللي في حاجبه، او الخدشة اللي في حاجبه. خبطت النظرة. الخدشة اللي في حاجبه، قصة الخدشة اللي في حاجبه دي، لانه كان في يوم من الايام كان بيتخانق مع التلات اسود. بعد ما اتخانق مع التلات اسود فضلوا يتخانقوا بقى هو واخواته لغاية ما الاسود دي فضلت تجري وهو فضل يجري وراهم. وبعد كده الاسود كلها بدأت تدخل في مكان في مواشي، مكان في مواشي وفي شوية بقر وحيوانات بتاعت الناس اللي كانوا عايشين في القرية اللي قريبة. طبعا الناس خافت لانه كان في اسود داخلة عليهم حرفيا. ففي واحد من الرعاة جه وادى لسكار فيس بالرمح، ضربه بالرمح وجات في عينه. وطبعا حراس المحمية جم وطهروا الجرح عشان لو كانوا سابوه كان ممكن يتلوث وكان ممكن سكار يموت. ولكن بالعكس سكار فيس بعد ما اتعور ما عملش اي حاجة اللي عمل فيه كده، سابه لان هو كان فاهم ان ده كان ممكن يكون خطأ او اي حاجة يعني حصلت، وسابه يعني عامة.
وحراس المحمية والناس اللي شغالة في المحمية طهارة الجرح بتاع سكار، وسكار بقى معروف بصاحب الندبة، عشان كده بيسموه سكار فيس، أو الوجه أبو الندبة، أو الوجه صاحب الندبة كده. طيب بالنسبة لوفاة سكار فيس، وفاة سكار فيس كانت طبيعية جدا وما كانش عنده أي حاجة ولا مرض ولا أي حاجة. سكار فيس مات عادي جدا زي أي أسد، وبل بالعكس الناس اللي شغالة في المحمية دفنت سكار فيس تكريما أو تخليدا لذكراه، لأنه طول عمره كان ودود مع البشر، حتى لما اتعور أو اتأذى منهم ما عمل لهمش حاجة وسابهم. وغير كده إنه كان أسد محبوب عند الناس، وكان مشهور بالجرح اللي كان على عينه، فالناس أو الناس اللي شغالة في المحمية دفنته تكريما ليه، لأنه دايما عمره ما كان أذى بشري واحد، وبرضه كتغليتا لذكراه. ودي كانت حلقة بسيطة جدا بتتكلم عن قصة سكارفيس، أو ملخص لقصة سكارفيس. ويلا أشوفكم في الفيديو الجاي. See you later.